السلام عليكم الدراري، معكم الرميك اطرف هذا الفيديو وان شاء الله عندنا واحد الكيو ان اي تاع 100 سبسكرايبرز. قبل ما نبدا الفيديو بغيت نشكركم على كاع الدعم اللي درتو معايا في داك الفيديو تاع طريقه تحميل الحرامي السيارات خمسة، درت معايا تفعيل زوين تما الله يحفظكم. المهم ندوزو لكيستي وندوزو السؤال الاول تاع سعد الجي اف، من امتاش وانت تلعب كود اوف اينا كونسول جي جي نغنى اول كول اوف جي جي تاعي باتل فيلد يا بلاك اوبس لوان في 360 في 2011. السؤال الثاني عندنا فهاد غنى بي ولا ما تغنى بي، المهم واش تقدر تربح سيز في 1 في 1؟ لكن جيك تهضر على بلاك اوبس 3 عمرني ما لعبت معاك حيت انت كاين في بلاي ستيشن 4 وانا في اكس بوكس 1، ولكن جيك تهضر على ادفانسد في 360 كنت انا تيك لاصا صراحه مطرك عارف، وفي الوان لعبت معاك شي 7 تاع لي بارتي انت ربحني منهم شي 3 وصافي حيت يلاه جيت للوان. المهم ندوز السؤال رقم 3 نتاع فهد الرصافي، كي جاتك انفينيت وارفير واش حمضاء وباتل فيلد لوان حسن منا؟ دابا دوك الناس باش نفهموا بعد القضيه، دوك الناس كيلعبوا باتل فيلد وكل وحده تجيب دقه وحده ضروري ما غادي يمشيو باتل فيلد لوان على حساب حيت يشوفوا انفينيت وارفير فهاد ديسلايك والحاله، فهمتي؟ هما حنايا حنا نقصوا كول اوف ديوتي بزاف، فهمتي؟ حنا كومبيتيتيف، حنا نقصوا اي كول اوف ديوتي كما بتكون تلعبوها واخا تكون فيها حتى مليار ديسلايك خصنا نلعبوها حنايا، ممكن تخرج كول اوف جاي خصنا نلعبوها دوز منا، فهمتي؟ هذا ما كان وانا كتجيني كيجوني بحال فيت لوان بحال انفينيت وار. ندوزو السؤال الرابع تاع الياس الشادلي الرداف، واش انت جاي؟ انا هو اللي ندوزو السؤال الخامس تاع ميد اوراق، واش ممكن تعطيني شي حلوة؟ نعم قالك حلوة، قلت حلوة، ها هي حلوة. ندوزو السؤال السادس تاع امجد، علاش اش تي اكس تي كيقتلني غا انا؟ انت يوجي، ها علاش كتقول لك انت؟ انت بالضبط يوجي، لا بلا ما تصفقوا صافي، لا صافي شكرا، لا صافي صافي، اجي سيني يلا سير بحالك. ندوزو السؤال السابع تاع حسن الطاري، شناهي احسن كول اوف ديوتي لعبتيها؟ بلاك اوبس 2. ندوزو السؤال الثامن تاع عثمان بوي، انا بالنسبه ليك انت بالنسبه ليا دابا انت بالنسبه لي واحد الانسان، واحد الانسان نقص عقل، هذا ما كان. ندوزو السؤال التاسع تاع ايوب ال ميسيوي، واش عجبك اكس بوكس 1 اس؟ اكس بوكس 1 اس نقول لك جمله حتى هي احسن حاجه خرجتها مايكروسوفت صافي. ندوزو السؤال رقم 11 تاع انوار اي تي جي، علاش انت داير نظر قاع الكاس؟ بغيت نقول لك هذا اولا نظر حيد دوم العام اللي فات تاع الشوف ما رجع لي دابا الشوف عادي، وحاليا كندير نظر على قبل البي سي والاكس بوكس، اما باش نكون مع الدار ولا خارج ما كنديرهمش، فهمتي؟ كنديرهم من البي سي على داك الاشعه فوق البرتقاليه الصفراء وداك الشيء راك عارف. ندوزو السؤال رقم 12 تاع عبد الكريم ات، دير معايا لي فيديو في اكس بوكس 1 عندي ايل جاتو. اخويا مرحبا، علاش لا؟ اول جيمر تاك تاعي تلقاه في الديسكريبشن، ولا بغيت تعرفو كاع فويس هو كتب ريميك الترا، ولا لبيتي الكونت تاعي تاع جي تي اس ان كتب مغينيا زيد اف الاخر وصافي. يلا ندوزو رقم 14 نتاع يوسف شهاب، منهم انا. ندوز السؤال رقم 15 تاع حسني عيل مرابط سوسي، ناري التسمية قداش، أول كونسول لعبتي فيه و أول جو لعبتي؟ إلا كنتي كتهضر على الأونلاين أول جو لعبتو هو توم برايدر في إكس بوكس 360. يلا الدراري ما تنساش تكون فيديو زيرو لايك في الفيديو وتأبونا في الشين اللي كنتو جداد، الله.